والله انا كان حصل لي شويه مشاكل كده مع اهل بيت جوزي، فهم جم عليا قوي، جم عليا قوي بدون سبب. الكلام ده بقاله 4 سنين، ياه 4 سنين اتهموني بحاجات كتير قوي، من غير مثلا ان هم يجيبوا دليل ان انا عملت حاجه، عملوا فيها حاجات وحشه كتير. انا ايوه علشان خاطر مثلا اولادي، او علشان خاطر في صله رحم ما بيني وما بينهم، فانا ما كنتش بعاتبهم، انت في عملوا صلة خلاص. رحم بينك وبين اهل جوزك ازاي؟ انتوا قرايب؟ يعني مش حكايه كفايه ان انا ما بيني وما بينهم عيال، اه ما بيني عيالك وما بينهم ليهم ما بين صلة رحم، جوزك ليهم صلة رحم، لكن انت مالكيش صلة رحم بيهم. فانا لا، فانا من نفسي، انا لحد قال ان انت مثلا تنزلي تخدميهم، او تنزلي تعمليهم، او تنزلي تعملي معاهم اي حاجه، انا من نفسي خلاص دول اهل جوزي، يعني اهلي. الله يبارك لك، دي حاجة جميلة. شتموني، غلطوا فيا، شتموني، غلطوا فيا. انا لو والدتي بتشتمني او بتغلط فيا، انا عمري ما هرد عليها. فانا احترمتهم من يوم ما دخلت بيت جوزي ده، ان هم اهلي، فانت مش ان هي بتقبلي ان هم خالاتي او يشتموكي خالاتي. ويغلطوا فيكي؟ لا بصي، منى خالتي كانت تعبانه، كان عندها مرض وحش وعافاها الله يعني عنها، فهي ما بتستحملش مثلا ان حد يزهق معاها او حد يتكلم معاها، فبتغلط وخلاص. فهي انا خلاص، اللي بيغلط وبيصفى ده اسبه وصفي، فانا عشان كده ما كنتش بعاتبها. طيب سؤالك ايه؟ فبيتي سؤالك ايه محكمه. يا ام احمد؟ سؤالي ان انا دلوقتي بقالي 4 سنين اتهموني بحاجه انا ما عملتهاش، طيب ما سؤالك جابوش ايه؟ دليل، اتهموني بالسرقه. سلم يا رب. طيب سؤالك ايه يا حبيبتي؟ دلوقتي انا بقالي 4 سنين هما ما بيكلمونيش، تمام، واحنا قاعدين في بيت واحد. ما حاولتيش تدافع عن فانا مثلا نفسك؟ جوزك مصدقهم؟ جوزك دفعت مصدقهم؟ هو جوزي مش مصدقهم. طيب الحمد لله. انا طيب انت بقى عايزة تعرفي تتعاملي معاهم ازاي؟ او اتعامل معاهم ازاي؟ يعني طيب يا هما محمد، دلوقتي قاعدين في بيت واحد، حاضر انا يا حرام محمد، عليا مثلا ان انا مقاطعهم. انا مع ان انا نزلت لهم كم مره وقلت لهم ما ينفعش اللي انتوا عملتوه، عشان خاطر ما بينها حتى اطفال، وكتر غضباني لا وهم اللي انتوا مصدقين بتعملوه. ومصممين لغاية دلوقتي. لا مصدقين بنتهم، ماشي، تابعينا. طيب بنتهم يا اللي ماما، قالت لهم هي عملت كذا. تابعينا يا ام احمد، انا فهمتك. اتفضل يا مولانا. يعني عايزه الفرق ما بين اكون طيبه واكون سامحه واكون بحرص على العلاقات بشكل عام، وما بين ان يكون حافظ على كرامتي. واحده اتهمت بالسرقه وراحت وقالت لهم ادوني دليل انا ما عملتش كده، وبررت نفسها وحاولت تنزل لهم كذا مره، وهم ما فيش فايده، تفضل برضو حسبي تيجي على الله نفسها ونعم كده. الوكيل وكفى. حسبنا الله ونعم نهى الوكيل النبي وكفى. صلى الله عليه وسلم أن يذل المؤمن نفسه. يعني الدين عندنا عايز البني آدم مننا يكون عزيز النفس. صحيح إن من صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بس معنى الأذل على المؤمنين دي معناها دي إيه؟ في سورة محمد، إذا سورة عز الفتح. أخاك فهن. ده معناها إن أنا بيني وبين واحد كلاش، وبيني وبينه سوء تفاهم وبتاع، بصيت لقيته ايه بياخد خطوه ناحيتي، ان خلاص انا كمان اجي، انا خلاص، او ما انا ايه اخفض جناحي، اخفض جناحي للمؤمنين. بس مش معنى ان انا أذلة على المؤمنين. اذله على المؤمنين، يعني انا ابقى ذليل، يعني واحد يضربني او يهني او كده ويشتمك واقول له اديني وتسكتي كمان. ويسبك او يلفق لك مصيبة زي دي وتسكتي، لا فده شيء ما ايه مش جيد، لكن اخلاقها هي اخلاق طيبه في حد ربنا ذاتها. يكرمها ومأجورة بإذن الله. عايزين بس ان احنا ايه نوجه الاخلاق الطيبه دي على الصراط المستقيم، فنقول لها التسامح حلو جزاك الله خيرا، ما بترديش الاساءه بالاساءه، دي حاجه حلوه ودي مرتبه عاليه، متسامحه كويس، نفسك طيبه، دي دليل على النفس الطيبه، تاخدي خطوات نحو اللي ظلموكي بان انت قلت عنهم صالح وايدي ممدوده، ده اعلى واعلى واعلى. ربنا طب يكرمها. هم ايدك الممدوده ضربوها 4 سنين اتهام تبرئتك، سقوا اذانهم عنك على حكايتك، يعني صمموا فضلوا ان هم يصدقوا بنتهم، يصدقوا الاوهام في مقابل حقائق. ما هو انت الاصل ان انت بريئه، دي حقيقه، كونك مجرمه ده لازم عليه دليل، فده وهم لغايه ما يجي نعم. الدليل. وفي الغالب بتلاقي الحاجات دي من وراها غيره.
غيره النسائيه، يعني غيره النسائيه ما تبقاش بين الضرايب. ما تحاولش تصالحهم تاني يا مولانا؟ يعني بصي، هي بابها موارب، اللي هيخبط على بابها اللي هو يجي لك يخبط له عليك. بابها، لكن مش مش هنصحها انها تمعن في اذلال نفسها اكتر من كده، بس في نفس الوقت ما تبقاش ناويه القطيعه، وامرهم لله وحسبها الله وربنا يرد لك حقك يا حبيبتي ويعز